منذ ساعات الصباح الأولى ينتشر أفراد ومنتسبو شرطة السير بالمكلا للبدء بتطبيق أعمال حملة مرورية أعدتها السلطات المحلية بهدف تنظيم حركة سير الأفراد والمركبات للتخفيف من حدة الاختناقات المرورية بالمدينة. نحن عندنا حملة شاملة في مدينة المكلا بشكل عام حسب توجيهات مدير عام الأمن والشرطة وكذلك مكتب الأشغال العامة ومكتب النقل والنقابات، وبدأنا من يوم أمس في حي الديس. تم تحديد المواقع الفلزات وصعود ونزول الركاب وأماكن الظلات، وإن شاء الله سوف تكتمل كل المواقع على أساس إنهاء الاختناقات المرورية في مدينة المكلا. الحملة التي تشارك بها مختلف القوى والأجهزة الأمنية تتمثل في تنفيذ عدد من الخطوات، من بينها إزالة العوائق من الشوارع وإعادة توزيع رجال المرور والشرطة وفتح طرق فرعية تسهم في تخفيف الضغط على الطرقات الرئيسة، بالإضافة لإعادة تفعيل العمل بإشارات المرور الضوئية وغيرها من الإجراءات. نحن نعلم أن الأزمة ليس أزمة مرورية وإنما أزمة شوارع وضيق شوارع. الشوارع لا تزال بحجمها القديم، والسيارات الموجودة أكثر من سكان محافظة حضرموت، لذلك احنا كثفنا كل الوحدات العسكرية وخاصة النجدة والمديرية والوحدات الموجودة في مدينة المكلا، بحيث ان احنا نستطيع ان نرفد المرور في اي لحظة يكون فيها الازدحام في هذه الحملة. هذه الحملة والتي تستمر لشهر كامل تشمل تفاصيلها إجراء حملات إرشاد وتوعية بين أوساط المواطنين عبر الإذاعات ووسائل الإعلام المحلية، تستهدف بصورة خاصة سائقي المركبات والدراجات النارية قبل أن تبدأ السلطات لاحقا اتخاذ إجراءاتها العقابية ضد المخالفين وفقا وقوانين المرور. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.